دي يا زفت يا شحاتة. يا لهوي يا خراشي، قوم غضبان، قوم قوم، ده انت ليه اهلك سودا مش مقدية النهارده؟ قوم قبل ما اقوم عيالتك وشوف اللي بيكلمك في ساعة زي دي. قوم في ايه فلرتك السودا دي؟ قوم تعال بكده السنين واقع. وريني وريني الزوجة التانية. يا خبر اسود، هو سيب بحقك ده انا هوريك كل الالوان. يا ولية يا ولية يا ولية يا ولية، اهدي شوية اهدي شوية وانا افهمك. فهمني ها؟ زوجة تانية يا عرة يا عرة؟ طب ما تشطر على الأولانية الأول. ها؟ افصلي شوية يا لهودي، بتتصل تاني، استني اللي بشوف عايزة ايه. ألو. أيوة يا شحات. أيوة سميحة. وكمان بتدوس ها؟ خير، تحت أمرك. في مصيبة يا شحات. مصيبة ايه؟ قطة الطيارات اللي بدمك لك بسناني. هو في ايه؟ ما تسكت اللي جنبك دول. لا 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 لا، مفيش حاجة، دي خناقة في الشارع، ما انت عارف العيال بتاع التوك توك. هو في حاجة؟ في مصيبة يا بجم، هو انت مش عارف حاجة ولا ايه؟ ها؟ لا لا ما اعرفش، اصل انا كنت نايم. طيب طيب، هشوف واكلم حضرتك. مع الف سلامة. يا ولية حرام عليكي. انا رأيي انك تتشاهد وتنام على جنبك اليمين علشان موتك تبقى شارع. هو بقى بس هو بقى في سنين عشان انام على جنب اليمين. يا ولية عايز اقول لك، دي الست سميحة مرات الحاج فواز. هي رقمها كده عامل ايه؟ غبي غبي يعني؟ ايه يا اختي؟ قال لك المخزن حصل له حاجه؟ مخزن ايه؟ هو دريان بحاجه؟ راجل مش عارف اي حاجه اصلا وفي سابع نومه. ما يمكن يا اختي ما يعرفش. ما هو قال كده برضه. انا بدا الفار يلعب في عبي. ما هي بصراحه حاجه تمخل. معلش يا اختي، الغايب حكيته معايا. ما هو احنا لو عرفنا مين اللي كلمه هنعرف فيه ايه. السلام عليكم ورحمة الله. ويف خير؟ ايه اللي حصل؟ كنا عن ناس أصحابنا وإحنا رجعين سيارة تحشط علينا، مايا ما عارف تصرف، لقينا حالنا فايتين بشجرة، صارت السيارة مثل العجين. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش تخلي بالك، ألف سلامة عليك، أنت شكلك كده عايزة تشوفي غلاوتك عندنا. الله يسلمك، تعجب لك شي تشربه؟ سلام، شكرا. كنت مراهنة نفسي انك رح تجي بسرعة. وهو انا اقدر اتأخر عليكي في حاجة زي كده؟ ليش ما بتعرف انه انت السبب؟ ازاي؟ سرحت بكلامك الحلو ونسيت نفسي انا والسيئة. لا ماليش حق كده، انا كده غلطان. ما قد ما بتضلك تنق على العرس هيتنا رح نتأخر غصب عنا. لسه بدري قوي على الفرح، وعلى ما يجي هتكوني بقيتي زي الفل. دكتور قال لي حتى يبقى جمعة بالتخت وابقى اتحرك بعدين نتفه 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 نتفه. لا انت تتحركي براحتك خالص. تفضل يا فواز، بدريقك قبل الاذان. لا كتر خيرك، متشكر قوي، انا لازم امشي على طول، ما يصحش اقعد بقى في وقت متاخر كده. بيا ما لحق يخلص شغله وقال رح يجي بعد بكره لانه ما عنده غيرها، انت بتعرف. لا براحته خالص، واي حاجه تحتاجوها لحد ما يجي انا موجود. العربيه خلص راحت للكسر. فداكي فداكي ألف عربية بسيطة. هيك هيك كان بدك تغيري. هينا رح نقضيها بالتاكسي، لكن اجا البابا وشاف لنا شي حل. تاكسي وانا موجود برضو. على ما تخف ودوم بالسلامة ان شاء الله هتكون اجدع واشيك واحلى عربية موجودة قدام الباب تحت، ومعاها اجدع سواق. احنا ما عندناش حريم بتسوق هنا. عن جد عم تحكي؟ طبعا دي اقل حاجة نقدمها لست الكل. بعدين انت مش قلت ان انا السبب؟ خلاص، من أتلف شيء عليه إصلاحه. أنت بتجنن يا فواز. بس هيك كتير يا فواز. كله بما يرضي الله. يا زينب، مخرب بيت مخرب يا بنت. يا زينب. أيوة يا ست جاية. يا بنت عاملة لك شنطة هدوم كده، غسيل تاني يا بنت. لأ دي هدوم علشانك، ما تنسيش تبقي تطلعي تاخديه. ياخد عدوك ربنا، يا رب يخليك ويكتب لك السعد والهنا يا حبيبتي يا ستي، ديك على قد نيتك يا اختي. يا رب يسمع منك يا رب. ده انا اللي هستمع بيكي الخلق ولم عليك امي. لا اله الا الله يا نار. ده انا تضربيني ليلتي يا بنتي؟ يا جزمه في عيال في البيت عيب نسمعهم فضايحهم. استهدي بالله يا ستي، ما ينفعش، مش اصول اللي بتقوليه. اطلعي منها يا اختي، انت ما فيش دواء خليها تعمر. وديها
اهلك بتتحشري في اللي مالكيش فيه ليه؟ اما انت صحيح غريبه، جوز ضرايب وماسكين في بعض، انت ايه اللي حصلك في النص؟ وبلاقوا انتوا الاثنين، ده انتوا عيله تشيل، ربنا ايه؟ ربنا ياخدك يا شيخه. يخرب بيتك، عاجبك الفضايح اللي انت بتعمليها لنا في البيت دي؟ وانت يا اختي يعني عاجبك انك تضربي لي ليلتي؟ يا اختي هو مش كان عندك وهج منك؟ لا يا حبيبتي، المفروض لما يرجع يبات عندي. والله كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه. لا يا حبيبتي، ده انت اللي طماعه وعايزه تجوشي على كل حاجه، مش كفايه يا وليه ان انت عماله تدحلبي له لحد ما بقيتي سره؟ عايزه ايه تاني يا انهار؟ يا اختي انا مش عايزه حاجه، انت اللي طالعه لي زي المدفع، انت اللي جايه بتقولي الشكل للبيع. ماشي يا انهار. طب قولي لي، ما قالكيش هو كان فين؟ ايه اللي حصل عشان يتنفض ويسيبنا ويمشي ومين اللي كلمه؟ يا دي النيله يا بنت، انا مش قلت لك البضاعه كانت هتتسرق؟ والحمد لله ما حصلش. طب لما هو الحمد لله ما حصلش، ما رجعش في حضني ليه يا حبيبتي؟ ابقي لما يرجع اساليه يا غلاويه. حياتي عامل ايه؟ انا كويسه قوي. لا يا حبيبي انت براحتك، الله روح تيجي اللي انت عايزه. اطلب منك طلب يا حاج، عايزه اروح لامي بعد الفطار اقعد معاها شويه. ممكن يا اختي؟ ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ايوه برافو يا حبيبتي. طب لو جمعنا بقى ده مع ده هيطلع كام؟ 50 يا ماما. بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيبتي، برافو برافو يا اختي. انت على طول نايمه على وداني كده ومش حاسه بالدنيا. في ايه يا سميحه؟ مالك صوتك عالي كده ليه؟ في ان الهرم اللي تحت فاكره نفسها الزوجه الوحيده الفواز بيه، والباقي سلطه. طب قومي يا حبيبتي، قومي ادخلي اوضتك يلا. انهار عملت ايه تاني يا سميحه؟ عملها اسود ومنيل ب60 نيله، طماعه. يا سميحه انت كل شويه تعملي مشكله في البيت، وامبارح يا اختي كنت هتخلينا نخرب بيتنا بايدينا بشكك ده يا اختي اللي ملوش اي لازمه. والحمد لله زي ما انهار قالت، ازمه يا اختي في شغل، دلوقتي عايزه توقعينا في بعض؟ هترتاحي يا اختي لما البيت يولع؟ بكره يا اختي لما يطلقك ونرتاح منك ويرميكي في الشارع زي غيرك هتقولي سميحه قالت، ساعتها بس هتقولي متشكرين قوي لك يا سميح. طلقني؟ انا كان قلبي حاسس. على فكره الحاجة هيفطر النهارده عند اخته حيه. يا ساتر يا رب، شفتي عايزه تفرتني ازاي؟ يا رب يا اختي تموتي بقهرتك واخلص وارتاح منها. هو قال لك يا اختي انه هيطلقني؟ يا اختي توكسي، هو بيقول حاجه لحد غيرها؟ احنا في ايه وانت في ايه؟ اتفضل يا حاج اتفضل اتفضل. وسع يا عم وسع. اتفضل يا حاج اتفضل اتفضل. وسعه وسع. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. السلام على من اتبع الهدى. علي افضل الصلاه والسلام. الحمد لله على السلامه يا حاج. ازيك يا هنيه؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حاج، كل حاجه جميله. الله، حلو قوي جمله كل حاجه جميله دي. بني ادم لما تبقى نفسه صافيه وعينه حلوه بيشوف كل حاجه جميله. الله جميل يحب الجمال يا حاج. على الله يا مدام هناء تكون العلاوه اللي صرفها لك الحاج بمناسبه عقد قرانك تكون ادت الغرض. طبعا طبعا يا حاج، كتر الف خيرك. لو في اي بوستة ولا اي حاجه من اللي خليها لي ده انا بعد صلاه الظهر. مبروك. طب الله يا حاج. شكرا يا معبد. شكرا يا بيه. عارف يا شحاته انت بتفكرني بيه؟ ايه يا حاج؟ بتفكرني بالمنبه اللي جنب ودني في كل اوض نومي. اكره رنته مع ان انا اللي ظابطه. يا حاج انا بحسبك ولحم كتافي من خيرك. يا عم احنا محاسيب ربنا. ها نمرة 2 طلبتك تاني؟ لا ما اتصلتش بعدها يا حاج. يا منجم يا مالك حلو. والعربيه؟ وصيت عليها زي ما امرتني. حلو. والسواق؟ جاهز ومستني اشاره سعادتك. البركة، روح شوف بقى ورانا مواعيد ايه النهاردة. ما تاخذنيش يا حاج، هو حضرتك هتشتري العربية ال ال شحاتة ده ولا ايه؟ ده شحاتة اللي بيتكلم؟ ده شحاتة ده؟ يا شحاتة. ايوه. روح يا شحاتة. حاضر. روح شوف ورانا يا ابني. حاضر يا حاج حاضر. ايه
الو، يا رب تكوني احسن النهارده. لا انا في الشركه. اه لا انا قاعد مطول النهارده. لا طب بص هكلمك تاني بعدين. اه السلام. صباح الخير يا حاج. صباح الخير. قول مين وصل وهيموت عشان يشوفك. مين؟ صفوت يونس. حلو. مين صفوت يونس؟ يلا افتح بقك. هب انتش فاكره ازاي؟ صفوت اللي كان معايا في الجامعة يا حاج. الله، هو بس سافر وانا طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما كملتش. صفوت يا حاج، معقول مش فاكره؟ الله يا ابني انا دماغي فيها اللي مكفيها، ما بقتش تقدر تشيل اللي تقدر عليه. بس ربنا يديك الصحة يابا ويخليك لينا. الله يكرمك يا بنتي. والنبي تاكل بقى، سيبك منها انت صايم، دي بتتدلع. يا ستي تتدلع براحة راحتها. ها بكرة هتصوم مش كده؟ وما تصومش من النهاردة ليه؟ تتعلم الصوم ماشي؟ هذا يا خير. يا حبيبي تخيلوا. ما تقعدي بقى يا حياة، احنا ما نقعدش نقعد ناكل لوحدنا. اقعدي كلي معانا. يا رب بس اللي جوه ده يفضل ساكت. ربنا يبارك لك. يا بس انا فرحان اني اشوف صفوت النهارده. مش عايز اقول لك ازاي يا علي، فرحه. ما هو بيني وبينك بقى فواز، احلى حاجه في الدنيا الصحوبيه بتاعت زمان دي. أيوة. صحوبيه لا فيها مصلحه ولا فيها طمع ولا اي حاجه. عندك حق يا علي يا ابني، صاحب العمر زي ما يتعوضش ابدا. عارف ليه يا حاج؟ لانه ده الحاجه الوحيده اللي انت بتختارها بمزاجك انت. انما كل ما عدا ذلك بقى فهو مفروض عليك، حتى الجواز. نعم يا اخويا. الا اذا كان يعني مرتبط بالحب والود يعني. كده تمام. اما في ناس جبانات بشكل. طيب احسن يا حاج. عسل والله يا ابو نوح، عسل. ماشي يا علي ماشي. خلاص بقى. اخبار الشغل ايه يا ابو نوح؟ الحمد لله ماشي. الحمد لله. مش ناوي بقى تيجي معايا؟ الموظفين اللي عندي كل اللي يهمهم في قصه الضرايب دي مرتب اخر الشهر. انما انت لو جيت معايا على الاقل هتبقى بتخاف عليا ولا يا حاج؟ طبعا يا ابني. عايز اقول لك على حاجه يا حاج فواز. قول. كل شيء في الدنيا اسمه نصيب، وانا شخصيا راضي بنصيبي اللي قسمه لي ربنا من رزق. الحمد لله. جرأيه يا فواز، جرأيه يا اخويا متاك. ايه انت مكسوف ولا ايه؟ وايه اللي يعجنينه بقى في اللي انا بقوله؟ ما كل واحد حر في نفسه. مش كفايه ان انا ساكت على اللي بيديهولي كل شهر بقولها حاجه بتتم بين اخ واخته؟ فواز نفسه يعمل لنا اي حاجه يا علي، وده من حبه فينا. والله العظيم عارف، عشان كده نفسي ما اطلعش قليل قدامه، نفسي ما يحسش ان انا بمد ايدي واكبش من خيره. هو انت لما تشتغل معاه تبقى بتكبش منه؟ بص يا حياه، واضح قوي ان القصه دي كل ما بنفتحها بتفتح علينا ابواب مشاكل ما بتخلص، وانا شخصيا مخنوق من المشاكل دي. عشان كده عشان خاطري سيبيني الحق اروح اصلي العشاء. يا علي انا زهقت والله العظيم، زهقت. مش عاوزه اتكلم واحنا في ايام صعبه مش باين لها ملامح. يا علي ما حدش عارف بكره فيه ايه. انا كل اللي عاوزاه ان احنا نامن نفسنا ونبقى حياه. انت عارفه كويس قوي ظروفي من اول ما عرفنا بعض، وانا ما ضحكتش عليك. ما دام رضيتي يبقى استحملي. مستحمله عشان بحبك يا علي. ما بتحرمنيش حياتي اني ارفع راسي قدام اهلي. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. حرام عليك. أيوة سمع الباب انت. النهار فين فكره حلوه دي؟ خد مني دراعي اتخدم. يا حبيبتي طب ما كنت تكلميني انزل اخد مني حاجه بدل ما اصلي دي على السلم. اخيرا يا اختي افتكرت ان ليكي اهل وجايه تطمني عليكم. يا اختي وحشتيني. في رمضان كريم. الله اكرم. الله هو كل سامع في الاوضه اديك ايه تزوري اهلك وانا بتجاهل من وراك. ما تدخلش عليا بالحامي قوي كده يا تسوقي، شويه لما القط نفسي. يا حبيبتي سيبك من الكلام ده، انت وحشاني. وانت كمان، انت يا وحشه ما بتعديش عليا ليه؟
امال فين المزغوت شعبان؟ راح فين؟ نزل من شويه. انت ايه ما جبتيش محكمه ليه؟ معلش هجيبه معايا المره الجايه. يمكن يكون بيستعار من ست ولا من خيرانه. ما احنا راضي بطه السودا. بطه ايه وزت ايه يا تسوقي؟ ده وقته كلام زي ده؟ اسم الله يا اختي. يعني اللي جه وقالوا الشملول جوزك هو اللي كان يتقال؟ قال ايه ياما جوزي؟ ولا كان جاي ليه اصلا؟ مش كان جاي يعمل الواجب؟ مش كان جاي يطمن عليكو؟ اللي شايف منكو المر الوان وشارب القسا كاسات ومع ذلك عمل بالواجب وعمل باصله وجاي يطمن على اهله واهلي وانتوا اللي نزلتوا ده محروق. طب اسكتي اسكتي واكفي على الخبر مجهول. بقول لك ايه يا نهار؟ ونبقى فارب وايه اللي انت بتقوليهم كل مره دول؟ خلاص حفظناهم. بتسمعيهم من ساعه ما اتجوزت يا هاني؟ من يوم ما اتجوزت يا اخويا وانا بحاول افهم فيك. ده ابن عمي وجوزي وابو عيالي ومش هسمح لحد يهينه ولا يعكر دمه. يعني ايه الكلام ده؟ ايه تهديد ده؟ انا بسميه ايه؟ تفهمه زي ما تفهمه يا اخويا، المهم تسمعه كويس. جابت ما تفوق لنفسك يا حبيبتي، انت جاي على اخواتك عشان راجل؟ الراجل ده يبقى جوزي يما وانا مراته. مراته؟ اسم الله يا مراته. ده انت حالة نمره، نمره بلشت طويله عريضه يا نهار. كتر خيرك يا اخويا، يا ابن امي وابوي. على فين يا نهار؟ ولا انت مش هتعرفي تقعدي في بيت ابوكي؟ زي ما بتقول كده يا اخويا، ده بيت ابويا وجاي اشوف اللي فاضل لي من اهلي فيه واللي لسه فاكر اني اخته. مرانا ما تفوق لنفسك، شيل البت من دماغك. عيب البت مهما كانت وليه ومش بايدها اي حاجه. النبي يا ام خليك انت بس في التراسين، مفيش دعوه بينا. خد نايم بلا هم. امال سبتني ليه بره وجيت قعدت في اوضتك لوحدك؟ انت عايزاني اقول لك ايه يعني؟ انت عارفه اخواتك مش قادر استحمل انا الاسلوب بتاعهم ده، اتخنقت. يا ود انت اقرب واحد ليا في البيت، تعرف مع انك الصغير بس ساعات بشوف فيك ابويا الله يرحمه وبحس انك ضهر لباقي. ربنا يخلي لك جوزك. اي ست في الدنيا مهما عايشت واتجوزت وخلفت وتفضل متعلقه في قشاية بيت ابوها، ولو اتقطعت بتحس كانها اتعرت في وسط زحمه الناس والكل بينهش فيها. اوعى تقطع القشاية دي. مرة انا هتجنن متلخبط ما بقتش فاهم اي حاجه. انا بشوف منهم اللي يخليني اشيل من جوزي، وبعدين بشوف فيك اللي يخليني احطه فوق راسي. انا بقتش عارف مين ليه حق عند مين. اوعى تكره زيهم، الكره بيعمل عينه وبيقسي القلب ويخليك تيجي على اقرب الناس ليك. واديك شايف اخواتك كرهوا فواز فجم عليا وسمعوني اللي عمري ما كنت متخيل اني ممكن اسمعه حتى من ضرايري. ما هو ده اللي هيجنني. انت ازاي يعني قابله ان كل شويه يتجوز عليكي ويجيب لك دوره تقعد على قلبك كده؟ صاحبك على عيبه، وبعدين هو مين فينا خالي من العيوب؟ ايوه بس دي كرامتك. عمره ما داس لي على طرف ولا عمره مسها زي ما اخوك المعفن ما عمل دلوقتي. سمر انا كل اللي عايزه من الدنيا دي ان اشوفك مرتاحه. راحتي في قربك مني وحنيتك عليا اوعى فيهم تبخل عليا بيهم. ماشي ماشي. ازاي يا ترى اهو ده الجبال؟ ازاي يا ترى الكلام ده في رمضان؟ سمع هوس احلى سلام وتحيه للمعلم الكبير، الكبير قوي اللي ما بيسالش عن صحابه. مين؟ فواز الصياد بنفسه عندنا هنا في العوامه. ايه النور ده؟ يا جزم يحيى وصفوت وفريد. وزي ما انتوا ما اتغيرتوش برضو. انت اللي اتغيرت كتير قوي يا صاحبي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بالحضن يا حبيبي بالحضن. اهلا ازيك يا فريد؟ اهلا زكي. سلام للتقوى والهدى والبشار اللي على الابواب حبيب قلبي. يا فواز
انا بقى عايزك تقلع العبايه دي وتفك نفسك. ها ارجع فواز بتاع زمان. والله اقعد كده برضه يا زكي، هتضيع لنا الصيام والعمره. دي شويه تفاريح يا فواز، وبعدين احنا هنا اصحاب، عايزك تاخد راحتك على الاخر. ها سيبوكوا بقى من شغل الثلاث ورقات ده، وطمنوني عليكم. عاملين ايه؟ زي ما احنا، بس ده شويه هم على شويه نكد، ودينا عايشين زي الطير ما بيعود عيشه. زي الطير متعود عيشه، زي الطير متعود عيشه، زي الطير متعود عيشه. بس يا حاكم تعالى، ربنا يتوب عليكم. ربنا يبارك لك يا اما ويتوب عليك. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا عم فواز؟ ما تغني معانا يا عمنا. حد الله يا عم، انت عارف اني ماليش فيه. يبقى تشد النفس ده. يا اختي ليه؟ ايه اللي ده في شهر رمضان وشهر مفترق؟ انت قاعد يا يحيى مش كنت باكل لفت زمان؟ يخيبك يا جماعه، ده احنا في شهر رمضان، شهر المغفره، ينفع الكلام ده يا مصفط؟ هنعمل لهم ايه بس يا حاج؟ هنعمل لهم ايه؟ ما هم اصحابنا، والمثل بيقول لك صاحبك على عيبه، واحنا طول عمرنا نقول لهم حرام وهم ما فيش فايده. ايه اللي جد يعني؟ حبه تفريح بدل ما الطاق، خدناها جد قبل كده، وصلنا لايه؟ زي ما انت يا فريد، زي ما انت، وزي الطير متعود عيشه، زي الطير متعود عيشه. سوي كله تمام والحكايه ظبطت. شش اكتب دلوقتي، اكتب دلوقتي. ايه يا جدع افهم يا ابن جعفر راحك. ايه ايه يا مسغود، كنت بتقول له ايه؟ قول، ما انا نفسي افرح معاكوا. نور لا ده مفيش حاجه، ده اصلهم ادوني علاوه في الشغل وكده. يعني انا عارفه انك انت بتحب الكنافه البلدي، عملت لك صينيه، تعالي كلي معايا. معلش يا ماما ماليش نفس، تأخرت ولازم امشي. ما بدري يا عمار. بدري من عمرك يا ماما. رحمان يا انت، طول عمرك مدب ومسحوب من لسانك. بس ما تقولش مسحوب من لسانك. وبعدين انا مش عرفني انها هنا. بتتودودوا على ايه يا واد منك له؟ يا لهوي، ما ترحمني بقى، ارحمني كمان. عايز تجيب منها عيل عشان يقسم لي في اللي هتسيبهولي؟ يا بت فال الله ولا فالك، حد يقول كده؟ دي المناف السعد برضه. انت بتبشري على ابوكي؟ يعني انت اتجوزتها وقلنا ماشي؟ معلش، راجل قاعد لوحدك في البيت اهو، واحده تونسك بدل ما انت قاعد لوحدك بس تخلف منها، اهو ده اللي مش ممكن ابدا. وانا قلت لك انها حامل؟ انا بقول لك نفسي، نفسي. هتحاسبين على اللي في نفسي كمان؟ طب عيب عيب، انت داخل على الستين، يعني اسكيوز ميه، بقيت تشاطيب. لم الدور، عيش لك يومين حلوين اتدلع فيهم انبسط، بدل ما تخلف وتجيب عيال ووجع قلب وهم. فشر. ابوك لسه بصحته، واساليها. ريلي اي ام فيري سوري بقى، بصراحه دي وسعت منك. خلاص قفلي على الموضوع ده، انا اساسا جاي لجوزي. هو فين؟ عايز منه ايه؟ حاجه ما تفهميش فيها، هبقى اجيله بعدين. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حمايل عزيز؟ ازيك يا جوز بنتي؟ جيت في وقتك، عاوزك. بابي اوعى. بابي الله يرحم امك، اتوكلي انت على الله، عايز اتكلم مع الراجل. لا مؤاخذه يا حاج. سلولي يا بيبي سلولي، يلا اعملي لنا حاجه نشربها بقى. حاضر. يلا عسل. عاوز اتكلم معاك في كلمتين. ومالك بتتنفض كده ليه؟ تعالى نتمشى شويه في الجنينه. يلا فواز يا ابني، انا وقعت من السما وانت استنقيتني. خير بس؟ انت محتاج فلوس؟ لا فلوس ايه، انا في ظروف ما ينفعش فيها الفلوس، انا في ازمه لا ينفع فيها لا مال ولا بنون. يا ساتر يا رب، خير ان شاء الله. مش عارف اجيبها لك ازاي. جيبها لي دغري، هو في احلى من الدغري؟ خلاص بالاخر كده هجيبها لك على بلاطه بقى. قول بابي، جبت لك عناب تشرب يمكن تهدى شويه. لا انا مش عايز. خلاص بقى اتكل على الله. هو في ايه يا عم شهيد؟ والله يا فواز يا ابني،
انا في البيت رقبتي بقت زي السمسمه، جربت كل وصفات العطار لكن مفيش فايده. يا دي الحكايه. ده انت حكايه. والله مكسوف منك يا عم. انا ارحم من غيري. لا لا كده هتزعلني، هتخليني اندم ان انا فضفضت معاك بالكلمتين دول. اولا بلاش عنيه. ليه بلاش عنيه؟ ده حتى ساقع. انت جاي تشرب ولا جاي تفهم؟ لا جاي افهم. يبقى بلاش عنيه. خلاص بلاش عنيه. ثانيا تاخد حبايه من العلبه دي بعد الاكل بساعتين وهتدعي لي. ابوس ايدك. استغفر الله. ابوس ايدك يا ابوس بنتي. ثالثا ترشيد الطاقه. يعني ايه؟ يعني ما تبعترش البوس كده عمال على بطال. ايه ده؟ عشان تشحن في الجون. في الجون يا جوز بنتي. وعلى راي المثل ادي العيش لخبازه. ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اخص عليك يا منعم وانا علم الدنيا عليك. تعالي يا انهار تعالي. بسم الله ما شاء الله. منعم صوته حلو قوي في قراية القرآن. وبعرف اغني كمان. بس يا ودي يخرب بيتك عشان ابوكي يسمعنا ينير عشتنا. ده انا جسمي كله بيترعش يا حبيبتي من حلاوة صوته. عارف وانا لما ببقى زعلانة بجيبه يقعد يقرالي شوية. وساعات بغني كمان. يا ودي خرب بيتك ابوك هيطلعني. يلا عشان تتصحر. بقول لك ايه يا انهار. نعم. انا يا اختي عايزه اتكلم معاكي شويه. روحي انت لزينب خليها تاكلك وتنام بعد كده على طول. العيال دي كلت؟ لا يا اختي ما كلوش. روحي يا حبايبي يلا عشان تتعشوا مع اخوك. يلا تاكلوا كويس. مش عايزه حد يسيب في طبقه حاجه. حاجه بص على الاطباق. ايه المزغوده عملت فيكي حاجه تانية؟ لا يا اختي مش حكايه سميحه خالص. امال حكايه ايه؟ مش عارفه يا اختي مالي. بقالي كتير كده النوم طاير من عينيا وحاسه بقلق وبحلم بكوابيس كتير قوي. احكي لك يا اختي؟ لا يا اختي ما تحكي. اوعي تحكي. الحاجات دي بتتحقق. وبعدين مش صح. انت اول ما تصحي تتفي على شمالك ثلاث تفات وتستعيذي من الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو انا ليه يا اختي؟ مش عارفه حاسه كده ان على طول فواز هيطلقني. عشان انت خايبه. وفواز ما بيطلقش واحده مخلف منها، وعشان كده ما بيخلفش من الرابعه اللي كل شويه بيجيبها له. انا ماليش حد يا انهار. امي ست كبيره ومش هتستحمل تشوفني مرميه بعيالي. دي ممكن تروح فيها. يا خايبه فواز عينه زيغه. لكن عمره ما هيعمل حاجه وحشه في واحده مننا صدقيني. انت قريبه منه يا انهار. اوعديني يا اختي لو في يوم حسيتي انه ممكن يعملها معايا تقفي جنبي وما تسيبنيش. ما تخافيش يا هدى ما تخافيش. ربنا يستر يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت فين يا شحاته من الصبح؟ الحاج سأل عليكي 4 مرات. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ ما انا عايش مع جرمق في البيت عبال ما خلصت منه وجيت. جرمق؟ تخلفت ولا ايه؟ اخلف؟ اخلف ازاي؟ اخلف ازاي وانا اللي عارف لها اول من اخر؟ عمرك شفت واحده ست عباره عن كتله واحده من غير اي تضاريس؟ يلا اللهم اني صايم. يا شيخ ده انت مفتري قوي حرام عليك. مفتري؟ الناس ليها 4 على الفرازه وناس ليها واحده ب4 حجم عائلي. هو ناوي على 4 ولا ايه؟ وانت مالك كده بتخليكي في حالك؟ ده انت رخمه قوي. بقول لك ايه؟ هو الحاج جوه؟ لا الحاج راح على المصنع بيقول لك حصلت. ماشي. صحيح يا هناء. هي حكايه الجواز دي كانت بجد ولا حركات عشان العلاوه؟ اذا كانت على العلاوه اجيبها لك وعلى جوز جنيهات هديه. ايه رايك؟ بس انت انقذيني حتى ولو عرفي. رمضان كريم يا استاذ شحاته. وحوي يا وحوي. يا اخوانا رمضان كريم. تعال يا مرسي. اتفضل يا حاج. حط لنا الخلفاوي العبايه على الترابيزه دي. يلا بسرعه الخلفاوي. قول لي يا مرسي. نعم يا حاج.
اخبار التصميمات الجديده ايه؟ خلصت يا حاج، ومفروضش حد يجيبها ويجي، وانا كلمته قال ان هو في الطريق. حلو، روح شوف بقى وصل لحد فين. بعناية يا حاج. يا شخالتة يا مرش، انا قصرت. وصل يا حاج. معلش يا حاج اتاخرت، شارع زحمه قوي، وبعدين في طلبيات كتير قوي من دول. ده طبيعي يا شخالتة، ما احنا داخلين على عيد يا ابني. خد منه التصميمات يا مرش. امر يا حاج. هات. بقول لك يا شخالتة، ايه رايك في التصميم ده يا شخالتة؟ اميزنج يا حاج. ايه رايك في التصميم نفسه؟ اميزنج يا حاج، يعني الله ينور. ده صوت شحاتة ده ولا ايه؟ مش حتى اللي بيتكلم انجليزي. انت بتاخد راي مين بس يا حاج؟ باخد راي كنبه. طب استاذن انا بقى يا حاج. اتفضل. بقول لك ايه يا مرس؟ امر يا حاج. انت هتعدي على محلات الهرم وفيصل، وانا مش حياتي هنروح محلات ابويا. لازم نلاقي طريقه نصرف بيها البضاعه دي قبل ما نفتح المول. انت تؤمر يا حاج، بس بعد اذن اقطع كلامك يعني يا حاج، الحق اخطف العصر قبل المشاوير دي كلها. تعالى يا مرس. عصر ايه اللي تخطفه؟ خير يا حاج. استغفر الله العظيم يا رب. تعالى مرسي. أؤمر يا حاج. أنت رايح تقف بين إيدين ربنا، رايح تسلم نفسك لربنا. ما صحش بقى تقول أخطف، ركز في الكلام ده يا مرسي، ده إحنا بندور على رضاه. رضاه. طول عمرنا بنتعلم منك يا حاج. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، كلنا بنتعلم وهنفضل نتعلم. الحمد لله، إيه رأيكم بقى نتوضأ ونصلي العصر جماعة كلنا؟ وربنا يجعلنا من الخاشعين. آمين يا رب. أيوة جاي، بس على شيشة نجيبه معتنع النهار لأعلى توت شباب. أهو إحنا كده قفشنا السكة اللي نجيبه أرض أرض. ناخد حقنا ونشفي غميرنا وقول حق برقبتي. طب وهتعمل إيه مع أمك؟ أمك هتتجنى عشان تفهم إحنا بنتودود في إيه. لا يا حتة أمك، الكلام اللي مننا ده ملوش دعوة بلادة الحريم. أمك تديها كارت أحمر، ما تبصلهاش ولا كلمة شعبان. تقع منها كلمة كده ولا كده، نلبس الأساوي الحديد وإحنا مش وش ذلك. بقول لك يا تسوي، يا الحدوته بتاعتنا دي فيها طرف تالت. طرف ايه يا اخويا؟ طرف تالت؟ تعبيط يا رب. طب والتليفون؟ التليفون اللي جالك امبارح في نص الليل واتسحبت عشان ترد عليه. انا صحيح ما سمعتش المكالمه كلها، لكن سمعت طراطيش كلام حوالين الحدوته بتاعتنا. بس بقى الحوار كله ابن والدي، ده انا معاك في مركب واحده. برافو يا شعبيه، برافو. لعبني انا؟ ترمي ودني يا غبي؟ دول اللي هنفذوا العمليه. انت فاكر انا وانت قدها؟ انا وحضرتك اللي عايز تعلق كلوكوز؟ ما تبقاش غالي بقى يا شعبان بقى، وخليك معايا ومفيش وقت. معاك معاك يا ابن والدي. تليفون يا استاذ زوقي. قابل. دي الجماعه بتدعى كورنيش وكوبايه حلا بس يا قمر. نلعب عريس وعروس. ده اللي هطلع اهلك عليك القرف. هيا دي عر يا زباله، يا عر ترجال انت. بتقولي ايه يا بنت؟ انت مش عارفه انا مين ولا ايه؟ اعرف انا مين ايه؟ انا هتجوزك يا روح امك جرايه. ده انت مستقفيني ولا ده انا ادفنك مكانك؟ قولي يا بنت تعالي هنا. بنت اما تبتك جرايه يا رجاله. هي رجاله ماتت في 73 ولا ايه؟ ما تلحقوني يا رجاله. بنت خد يا بنت. ولا يا انت جننت ولا ايه؟ عايز انت كمان يا بنت الحكايه كده؟ عيني عينك وفي رمضان كمان. البنت بتاعته لازم اربيها ولا اقرب لها شراح؟ شراحه وتدرب حرفيه يا كلب يا حرفيه. احسن امشي يلا امشي. يلا يا زباله يا رم احسن. في اخلاق ولا ربايه؟ خلاص خدوا عزاهم بعيد عنك. ده انا نازله في امانه الله اشتري لي طرحتين. شوف يجرالي اللي يجرالي ده في لمح البصر. معلش حصل خير، حصل خير. احنا ما عرفناش الاخت اسمها ايه.
هو انا جاي اشتري طرحتين ولا جاي احجز في مستشفى حكومه؟ لا مش القصد، هو قصد بصراحه يعني في كلمتين محشورين في زوري من اول ما شرفتينا المحل. وصبر على نفسك كل ده ليه؟ خد لك بقين من العناب ده بلعهم بسرعه عشان نخلص. بكلمك جد، انا ما بهزرش. اصل انت بقالك كم مره تيجي تنقي وتشتري، ويعني المحل عدم مؤاخذه مفهوش الا طرح وعمايات وانت قصدك يعني عشان انا مش محجبه وكده؟ مش حاجه غريبه شويه؟ ما غريبه الا الشيطان يا حاج. انا هبقى اجي بكره انقي اللي انا عايزاه عشان اتاخرت. السلام عليكم. طب فهميني الاول يا حاج. كل واحد أدرى بظروفه، وأحسن حاجة إن احنا نسيب البيبان بترابسها زي ما هي مش منوجعش دماغنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بيبان إيه وترابيس إيه؟ ده اللي سمعته طلع بصحيح بقى. سمعت ايه؟ شقاوة زمان دبت فيها الروح. وين قليل الادب كان لازم يترب. ومين بقى اللي صحصحت ايام الاكشن؟ ايه؟ قول لي مين؟ الحق يا حاج. في الواد اللي انت ضربته بالقلم جاب اهل منطقته وجه. يا ابني ايه يا اخويا؟ اشتركوا.